طيب، من أهم القوانين الحقيقة اللي أقدر أقول وكلنا الحقيقة كنا في منتهى السعادة لصدورها كان القانون رقم 73 لسنة 2021. القانون ده كان خاص بفصل أي موظف في كل أجهزة الدولة بيثبت تعاطيه للمخدرات من خلال إن هو بيتم طبعا عمل فحص فجائي أو تفتيش فجائي أو ياخدوا عينات منه وبعد كده يتم عرضها على الطبيب الشرعي أو التحليل وبيطلع النتيجة إيجابية. بعد ما تطلع النتيجة إيجابية بيتعمل تحليل مرة تانية بس بنفس العينة علشان يتأكدوا إن هذا الموظف بالفعل بياخد أي نوع من المخدرات وبالتالي يتم فصله. يمكن القانون ده أول ما صدر كلنا كنا في سعادة لأن للأسف كان في العديد من الحوادث في كل حاجه الحقيقه، مش بس في اجهزه الدوله او مش بس في الحكومه، لكن حتى يعني مش عايزه يعني اظلم او اقول على فئه بعينها، لكن كنا بنلاقي حوادث كتير جدا جدا وكان دايما المجرم رقم واحد فيها ان مرتكب هذه الحوادث دايما بياخد مخدرات، سواء بقى كان حادث عربيه او اتوبيس او على الطريق او ايا ما كانت، دايما كان مؤشر رقم واحد بيقول لنا ان ده كان بيتعاطى مخدرات. فطبعا القانون ده يعتبر من اهم القوانين، ويمكن اول ما صدر كمان تم اعطاء مهله لمده 6 شهور علشان لو لا سمح الله في اي حد او لو في اي حد بالفعل بيتعاطى مخدرات يبقى قدامه مهلة للتعافي ان هو يطلب المساعدة ان هو يتصل بالصندوق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علشان يتواصل معاه وان هو يبتدي ياخد العلاج، وكل ده طبعا بالتأكيد في سرية تامة. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج استعرضت ورئيس مجلس في نفس الوقت طبعا رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استعرضت من خلال أيام نتائج لجان كشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين اللي هم سواء ما كان بقى عاملين موظفين عمال سائقين زي ما قلنا مش هنقول فئة بعينها، وده في المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في كل المحافظات، وده بعد أول أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات. لسه كنت بقول لحضراتكم القانون أول ما صدر كان في مهلة لمدة 6 شهور لكن تم تطبيقه بالفعل خلاص من أسبوع، فعشان كده تم أو بداية الكشف على الموظفين. لغاية دلوقتي من بعد بقى صدور أو بعد البدء في تطبيق القانون تم كشف على 2877 موظف في الوزارات والهيئات التابعة في كل المحافظات المختلفة وتبين وجود 25 حالة تعاطي. ده بيدل على إيه أو ده بيقول إيه أو المؤشر ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن انخفضت النسبة في الفترة القليلة دي في 6 شهور اللي احنا بنتكلم عليهم، انخفضت النسبة بعد ما كانت 8% مع بداية الحملات الكشف ده كان في 2019 ل1% حاليا بعد تطبيق القانون، وان ابرز مواد التعاطي كانت الترامادول والمورفين، وانه بيتم الفصل من العمل بعد كده لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدره، وده طبعا وفقا للقانون. خلينا ناخد المزيد من المعلومات وخصوصا بقى بالتاكيد بعد تطبيق القانون على ارض الواقع. معانا على التليفون الاستاذ مختار رمضان مدير عام القضايا بصندوق مكافحه الادمان. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف آليات تطبيق القانون بقى بعد ما اتطبق دلوقتي وما خلاص يعني فترة زي ما بيقولوا المهلة اللي كانت مدينها لأي حد بيتعاطى المخدر خلاص خلصت وبدء تطبيق القانون، آليات تطبيقه بقى ازاي؟ الأول بشكر حضرتك على هذه المقدمة اللي فيها كانت معلومات شافية جدا عن القانون وتطبيق أحكام وحملات الكشف، وبس أحب أضيف بعض النقط الخاصة. أولا قانون زي ما حضرتك قلتي 73 لسنة 2021 وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، متضمن ضمن أحكامه جزاء إنهاء الخدمة على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو يمتنع عن تقديم عينته للكشف لما تنزل عليه الحملة مفاجأة أو يهرب من مكان الكشف وقت تنفيذ الحملة. ثلاث مخالفات دي بيترتب عليها انهاء الخدمه، وكمان لو غش في العين الاربع كده احنا بنتكلم على اربع حالات المخالف. المهم كمان اقول ان القانون ده بينطبق ليس فقط على الجهاز الاداري بالمفهوم التقليدي اللي هو الوزارات والوحدات التابعه ليها، لا ده بيمتد نطاقه لاي جهه خدميه بتقدم الخدمه للجمهور. هنلاقي داخل في نطاق تطبيقه الشركات قطاع الاعمال، شركات القطاع العام، الشركات التي تقوم على اداره المرافق العامه للدوله، دور الرعايه، دور التاهيل، المدارس الخاصه، المستشفيات الخاصه، باختصار شديد اي جهه تقدم الخدمه للجمهور، لان هدف القانون في الاساس زي ما حضرتك اشرتي هو حمايه المتعاملين مع المرافق العامه للدوله وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.
النقطة الثانية اللي أنا حابب أشير إليها من قراءة حضرتك لما قلتي للأرقام الخاصة بالنتائج أول أسبوع، أيوة. إن في رقم أرقام إيجابية كتير جدا جدا في هذه الأرقام يعني. أول حاجة إحنا بجانب إن تم الكشف على 2877 وتبين إيجابية 25 فقط منهم للمواد المخدرة، إحنا تقدم لينا في نفس الوقت المعاصر للأسبوع الأول للتنفيذ 1000 من المخاطبين بأحكام القانون طلبوا العلاج المجاني. ده بقى كان سؤالي لحضرتك، الفترة بقى اللي هو قبل كمان تطبيق القانون، خلينا نتكلم عنها برضو بشكل مفصل شوية، الفترة اللي هي 6 شهور، عايزين نعرف تقريبا قد إيه تقدموا علشان يحصلوا على العلاج والتعافي. أنا عايز أقول لحضرتك الأرقام، يعني إحنا عندنا تحليل بيانات مستمر للناس المتقدمين لطلب العلاج، لأن يعني زي ما حضرتك أشرتي الخدمة العلاجية المقدمة ليست فقط للمخاطبين بأحكام القانون، الصندوق بيقدم الخدمة لكافة المواطنين بالمجان وفي سرية تامة، أي واحد منهم مريض إدمان بياخد الخدمة كاملة من خلال الصندوق. فبتحليل البيانات دي الأرقام تضاعفت كتير جدا جدا من أول تم الإعلان عن هذا القانون من فئة المخاطبين بأحكامه اللي هم الموظفين ومقدمي الجهات الخدمية. الأرقام تضاعفت، وزي ما بقول حضرتك يعني يكفي للدلالة على مدى استجابة المخاطبين بأحكام القانون، إن إحنا كنا يعني يتقدم طوعا 1000، يعني إحنا بنتكلم على 1000 مشكلة تم حلها. النقطة الثانية لو ده في خلال أسبوع واحد. النقطة الثانية إن كان برضو تم رصد إن في عدد ليس بقليل من المواطنين بيتواصلوا مع الخط الساخن للصندوق يعني يشتكوا أو يقدموا اختارات وبلاغات ببعض الجهات فيها يطلبوا فيها التحليل فيها، وده يعتبر يعني استجابة مجتمعية للقانون، وبيأكد ان هو يعني في احتياج مجتمعي ليه طبعا. طب عايزه اعرف برضو اجراءات التعاون بقى بينكم وبين القطاع الخاص، يعني هل ممكن انا كشركه قطاع خاص اطلب من حضراتكم ان انتوا تيجوا تعملوا تفتيش مفاجئ ويطبق نفس اليات هذا القانون؟ بيحصل وحصل وفي نفس الاطار، يعني احنا كل الحملات اللي بنتممها في سريه البيانات للجهات الخاضعه وحتى مع صدور القرارات بتاعت انهاء برضو ما بيتمش الاعلان عن اسماء الناس دي ولا اي حاجه تخصهم يعني. فلا فعلا بيطبق وفي تعاون بيتم مع القطاع الخاص وبيتم. خلينا برضه يا استاذ مختار نوضح للمشاهد الكريم اذا كان في حد يعني بيشاور عقله ان هو يتوجه للخط ساخن ويبتدي رحله التعافي، انه هل بيتم مثلا يعني اعطائه مثلا اجازه من العمل لحين التعافي، ولا بيتم بدء في مشوار التعافي بالتوازي مع انتظامه في العمل؟ لانه طبعا ربما البعض يظن انه ايه ده هتعرف في نطاق الشغل ان انا مثلا متعاطي وهو مش عايز انه حد يعرف، فازاي بيتم التعافي او رحله العلاج بالتوازي مع انتظامه في العمل؟ انا اشكرك جدا على هذا السؤال، ويعني انا يعني فعلا اول مهم جدا ناكد على ان صدور القانون وحالات انهاء الخدمه اللي تمت ما فيهاش معناها ان احنا اتقفل باب طلب العلاج للمخاطبين باحكام القانون، بل على العكس الباب مفتوح، والتقدم الطوعي للعلاج بيحمي الشخص من اي مسؤوليه قانونيه. وده موجود بشكل قاطع في هذا الامر طالما الحمله ما نزلتش بشكل مفاجئ عليه وما تبينش ان هو متعاطي. ايوه، بس بيتم مرة. العلاج يعني بياخد عليه العلاج وهو منتظم في الشغل عادي جدا. النقطه الثانيه، النقطه اللي حضرتك بتتكلمي عنها، ان هو العلاج عندنا دايما نقول كلمه كده شعار صندوق مكافحه علاج الادمان، العلاج بالمجان وفي سريه تامه. هو بياناته محفوظه تماما، وهو عايز ياخد العلاج من عندنا وما ما حدش يعرف ان في ان هو بياخد العلاج ده بيتوفر له في الاصل. طب هو عايز ياخد اجازه من الشغل وعايز ورق من عندنا يفيد ان هو هياخد اجازه، ده برضه اختياره هو الشخصي. بس في الاصل هو انه بياناته محميه تماما، والعمليه العلاجيه لا يعلم بها اي شخص. طب اخيرا معلش اخيرا، بيتم الفصل فقط ولا كمان بيبقى، لان برضو من ضمن القانون ان هو بيعاقب بالحبس وغرامه من 100,000 ل 200,000؟ سؤال ممتاز. هو القانون تضمن في اخر ثلاث اما بقى اخر مادتين فيه عقوبات جنائيه، والعقوبات الجنائيه اللي حضرتك قلتي عليها دي مش تخص المخاطبين باحكام القانون، تخص الجهات اللي ممكن تساعد الموظف على التهرب من الكشف.
يعني لو في حاله تهرب من الكشف او غش في او مساعده على الغش او النتائج فيها اي نوع من انواع التلاعب هنا العقوبات الجنائيه اللي هي محاولات التدليس بقى. الله ينور عليك، تمام، مليون في المية. فالقانون كامل في هذا الأمر أكيد. زي ما حضرتك أشرتي في الأول، إحنا شغالين بقالنا 2019، يعني عندنا خبرة قوية جدا. بيتم التنفيذ بمتابعة شديدة ومن مباشرة من مساعد الوزير الأستاذ عمرو عثمان. فالدنيا عندنا إن شاء الله كده إحنا متفائلين بيها. كل الشكر طبعا والتوفيق لحضراتكم، لأن طبعا المجهود واضح جدا من الأرقام إن إحنا بنتكلم عن انخفاض من 8% ل1%، ده طبعا يعني رقم مبشر جدا جدا بالخير. كل الشكر للأستاذ مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة الإدمان.